إذن مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملخص هجني أصحاب السمو الشيوخ في فئة وسن اللقاية لهذا اليوم، حيث كانت 16 انطلاقة لهذه الفئة العمرية من هذا اليوم لهجني أصحاب السمو الشيوخ يوم الثلاثاء 11 من يناير لعام 22. نبدأ أول الأشواط مشاهدينا الكرام، ذهب مع حظوظ لهجني إنتاج أم الزبار وذهب إلى دولة قطر مع المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، منتزعا أول نواميسي هجني أصحاب السمو الشيوخ، حيث قدمت حظوظ يعني أداء ممتاز، وتهانينا لهم على الفوز والانتصار. 7:29 وجزء واحد من الثانية قامت راس وانهت هذا الشوط راس، تهانينا للقائمين على هذه المؤسسة العملاقة. بينما مشاهدينا الكرام، شوطنا الثاني ذهب مع راصد أيضا لهجني إنتاج أم الزبار، حيث كان المضمر مبارك بن محمد الجربوع المري حاضرا في هذا الناموس ب7:27 وثلاثة أجزاء من الثانية مع شوط القعدان الرئيس في صباح هذا اليوم. أما الشوط الثالث ذهب مع الشاهينية التابعة لهجن العاصفة، منتزعة للناموس ومهدية جماهيرها وعشاقها هذا الانتصار ب7:35 وخمسة أجزاء من الثانية بقيادة غياث الهلالي. أما الشوط الرابع يأتي الفائز لماركة هجن الشيحانية منتزعا الناموس وبقيادة المضمر سالم بن جابر بن فاران المري، مهديا كذلك أهالي الدوحة هذا الانتصار. أما الشوط الخامس حضرت الوثبة لهجن الرياسة بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي 7:33 وسبعة أجزاء من الثانية. بينما مشاهدينا الكرام، الشاهينية حلت في المركز الأول في الشوط السادس لهجن العاصفة بتوقيت زمني مقياسة 7:29 وجزء واحد من الثانية مع المضمر غياث الهلالي. بينما مشاهدينا الكرام، يأتي هنا دخان لهجني إنتاج أم الزبار بقيادة المضمر فاران بن محمد بن قريع المري قاطع المسافة 7:30 بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما الشوط الثامن تأتي الشاهينية التابعة لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي منتزعة الناموس ب7:33 وأربعة أجزاء من الثانية. أما الشوط التاسع نذهب مشاهدينا الكرام مع انطلاقة هذا الشوط لتأتي شواهين التابعة لمؤسسة هجن الرياسة بقيادة المجاسف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري قاطع المسافة 7:31 وخمسة أجزاء من الثانية. أما الشوط العاشر يأتي مغري لهجني إنتاج أم الزبار ينحدر من سلالة سياف ومن الأم غند ب7:28 وخمسة أجزاء من الثانية وبقيادة المضمر فاران بن محمد بن قريع المري. بينما مشاهدينا الكرام، نذهب إلى مطفية في شوطنا 11 لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، قدمت عرض ممتاز وملفت ب7:26 وجزء واحد من الثانية وبقيادة المضمر مختار بن أحمد، حيث حلت في المركز الأول في هذا الشوط. أما الشوط الثاني عشر تأتي هبايب التابعة لهجن الشيحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، حيث يأتي الحوت هنا بانتزاع ناموسي هذا الشوط ب7:32 وجزئين من الثانية. أما الشوط الثالث عشر فيأتي من خلال وجود حاتم هنا في هذه الانطلاقة لهجني إنتاج أم الزبار وبقيادة المضمر فاران بن محمد بن قريع المري ب7:31 وثلاثة أجزاء من الثانية في انطلاقة هذا الشوط. أما الشوط الرابع عشر تأتي مشاهدينا الكرام غزلان لإنتاج هجني أم الزبار وبقيادة فاران بن محمد بن قريع المري نجم هذا اليوم ب7:25 وتسعة أجزاء من الثانية، ينتزع الناموس مع غزلان بالمركز الأول. أما الشوط الخامس عشر فتأتي العين لمالك سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان وبقيادة عوض بن مبارك المهيري قطعت المسافة 7:31 وأربعة أجزاء من الثانية. بينما شوط الختام ذهب مع الشواهين التابعة لهجن الرياسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بسبعة من الدقائق و29 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، لينهي مشاهدينا الكرام أحداث وانطلاقات هذا اليوم الصباحية في هذا اليوم. هكذا مشاهدينا الكرام كانت الحظوظ متساوية والإنجازات هنا متتالية للجميع، كان له نصيبا في انطلاقات هذا اليوم من الأخوة المضمرين مع هذه المؤسسات العملاقة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي للختام، انتظرونا في الساعة الواحدة والنصف من أمسية هذه الليلة، إلى أن يحين ذلك الموعد تقبل أجمل تحية من الأستاذ مخرج هذا السباق
محمد جلال وكذلك طاقم العمل الفني لقناة دبي ريسينج والنقل الخارجي لسباقات الهجن. إلى اللقاء.